الشعب المصري قبل التحدي واكلوا الدنيا كلها عندما يشتد على الوطن المحن ويتعرض لتحديات، فان الشعب المصري ايمن هو الملاذ الامن والقوي المدافع عن الدوله وعن الوطن. الشعب المصري اراد بهذا العدد الضخم الذي نزل وشارك في التصويت ان يؤكد وقوفه مع الدوله المصريه وهي تواجه اخطار تهدد الامن القومي المصري، بل تهدد امن القوم العربي وتهدد قضيه فلسطين العربيه. لذلك هذا الاقبال الكثيف هو نتيجه عده عوامل. نتيجه ان هذه التحديات جعلت من المصريين انهم يلتفوا حول دولتهم وحول قوتهم المسلحه ويقرروا ان هم يرسلوا رساله للدنيا كلها ان هم يعني مع كل الاجراءات اللي اتخذتها مصر الرسميه اللي يؤكدوا من خلال هذه الرساله ان مصر الشعبيه كتفت بكتف مع مصر الرسميه. ثانيا هذه العوامل ان الاحزاب السياسيه المصريه نزلت الى الشارع المصري واصبحت مقوله ان الاحزاب الكوريه اصبحت غير لائقه بها، تلك المقوله التي صدعونا بها في السنوات السابقه. لان الاحزاب المصريه كانت الرقم الصحيح والصعب هذه الانتخابات، حيث عقد العشرات من المؤتمرات بكل البلاد وعرضها تأييدا لهذا المرشح او تلك. ان المعركه الرئاسيه اساسا كانت هي معركه حزبيه. هناك ثلاث مرشحين كل منهم رئيس الحزب، ومرشح المستقل الرابع اللي هو سيد عبد الفتاح السيسي يؤيده عدد كبير من الاحزاب المصريه سوى 60 حزب سياسي. وبالتالي الاحزاب السياسيه نزلت يعني حرست الشارع المصري، عقدت الكثير من المؤتمرات، تحدثت عن برامجها، تحدثت عن التحديات التي تواجه الوطن، طالبت الشعب المصري بالزحف زحفا الى لجان الاقتراع لكي يدلي بصوته في هذه الانتخابات، وايضا كرساله الى الدنيا كلها. ثم ده الاعلام المصري حقيقي، الاعلام المصري فوق على نفسه. الاعلام المصري هز حزب الكنبه هزا، زلزل حزب الكنبه اللي هو بيمثل حوالي 70% من المصريين وقاعد على كنبته لا يتحرك منها، يعني هو يتحرك من خلال ان هو حزب الاعلام المصري نقل صوره واقعيه عن الانتخابات المصريه، كان تقريبا محايد، منح فرص للمرشحين الاربعه انهم يظهروا في الاعلام، ايضا وضع امام الشعب المصري التحديات اللي تواجه الدوله المصريه وهي تحديات ممكن تتعلق بالامن القومي وتتعلق بذلك المخطط الصهيوني الامريكي الذي يستهدف تصعيد القضيه الفلسطينيه وجعل فلسطين ارض بلا شعب، ومن خلال هذا التهجير القسري الذي يدفعون الفلسطيني اليه عبر الغارات الوحشيه لطائرات العدو الاسرائيلي. لذلك الاعلام المصري ايضا كان رقم صحيح في هذه المعركه بجانب الاحزاب الذاتيه والتحديات، ثم الاداره الذكيه والجيده للهيئه. لكن دكتور ناجي حضرتك اتكلمت على التحديات، ذكرت الكلمه دي اكتر من مره، ورغم التحديات المصريين دايما بيردوا، رغم التحديات المصريين دايما بيردوا بطريقتهم. نسبه المشاركه حتى من الشباب وكبار السن او اللي كانوا بيقولوا عليهم كمان حزب الكنبه اللي هم كانوا دايما بعيد واخدين موقف المتفرج ده، ما شفناهوش خالص المره دي. لا، هو كان طبعا الاسره المصريه اللي عادت هي كانت بطل المشهد. صحيح. في اللجان كلها كنت بتلاحظي ان الصوره الغريبه على الصفوف، والاسره المصريه واقفه مع بعضها، الاب والام، الشاب والفتاه مع الاب والام، حتى الاطفال الصغار. فديت انتخابات عودة الاسره المصريه لكي تكون هي رمانه الميزان وعمود المجتمع المصري. ثم ان كل الفئات العمريه شاركت في هذه الانتخابات. كان زمان بنتباهى ان المراه وحدها هي يعني كلمه السر في اي المحرك في اي استحقاقات. لكن صحيح. اليوم الشباب حتى الثانويه لسه وصل لسنه 18، الشباب يعني لحد سن 45 سنه، وايضا كان كلمه السر وراء هذا الاقبال الكبير. شاهدنا طوابير من الشباب، شاهدنا طوابير من الفتيات، يعني ليس من النساء المتزوجات او الام، ولكن الشباب الفتيات اللي لسه ما زالوا في بدايه الحياه هم كمان حرصوا على المشاركه. حرصوا على المشاركه طبعا. مصر انت قلت عرس ديمقراطي في تقديمك، وفعلا كان عرس ديمقراطي ارادت به مصر ان يكون الدنيا كلها ان مصر عطيه على الكاسر، ان مصر العافيه قادمه، ان مصر قائد الامه العربيه قادمه. ارادوا ايضا ان يعني يعملوا شيء من رد الجميل لهذا الرجل الذي استمر 10 سنوات صحيح يعني يدافع عن الارهاب ويبني دوله وظلم كثيرا من هجوم بعض